بداية المجلس الثقافي البريطاني بقاله أكتر من 75 سنة موجود في مصر. هدفه الرئيسي هو خلق فرص للشباب المصري وتبادل الثقافة مع إنجلترا وبلاد العالم. إحنا بنحقق ده عن طريق العمل في مجالات كتيرة قوي زي الفنون والعلم التعليم والمجتمع. من ضمن البرامج اللي احنا بنقدمها هو برنامج المهارات اللازمة للتوظيف اللي انا مسؤولة عنه، وبرنامج International Higher Education شيماء هتكلمكم عنه حالا بالعربي اسمه ايه لانه مش سهل. المهارات اللازمة للتوظيف هدفه الرئيسي هو سد الفجوة ما بين التعليم وما بين متطلبات سوق العمل. فبالتالي احنا بنساعد الشباب على ان هم يكتسبوا مهارات جديدة وتتأهلهم لسوق العمل والتنافس الشديد اللي موجود في سوق العمل. من ضمن المهارات دي هي ريادة الأعمال، وهو اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة أو خلال الأسبوع ده كله على مستوى العالم. العالم كله بيحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وعلشان كده احنا فكرنا في فكرة ورش العمل، ان احنا نبدأ نتكلم مع الشباب عن أهمية ريادة الأعمال وعن أهمية انه ما نفكرش ان احنا نستنى الوظيفة. مش هتستنى، يعني لو فضلنا نستنى هنستنى كتير. احنا ازاي نخلق فرص لنفسنا وازاي لغيرنا كمان، لان انا لما هفتح شركة مش هشتغل لوحدي، مع الوقت هيبقى معايا زملاء، هيبقى معايا، ويمكن لو الفيلم اتعرض شيماء واحدة من ريادي الأعمال اللي مروا ببرنامج انطلاقة معانا، فتحت المصنع بتاعها كانوا في الأول 5، دلوقتي بقى موظفة 25 واحد. وخلال اليوم هنسمع عن خبرات شباب تاني من برنامج انطلاقة وغيره من البرامج اللي المجلس الثقافي بيقدمها. من ضمن البرامج اللي احنا بنقدمها لريادة الأعمال برنامج انطلاقة، وده in partnership يعني بالتعاون مع شركة شل. وبرنامج هدفه الرئيسي هو ريادة الأعمال أو التدريب على ريادة الأعمال، ومدته 5 أيام. هنتكلم أكتر عنه كمان شوية، ومدير البرنامج هنستضيفه معانا كمان. من ضمن البرامج التانية أو الأفكار اللي بنقدمها لخدمة ريادة الأعمال هي مسابقة لطلاب التعليم الفني وخريجين التعليم الفني من سن 18 ل 25 حوالين ريادة الأعمال، وممكن تقروا عنها أكتر عن طريق الويب سايت بتاع البريتش كونسل. هيتم الإعلان عن المسابقة إن شاء الله ابتداء من بكرة. أنا مش هتكلم أكتر من كده عن المهارات اللازمة للتوظيف أو skills for employability. هدي الميكروفون دلوقتي لزميلتي شيماء هتكلمكم عن مشروع International Higher Education، وبعدين هنعرف الأستاذ سامح إدوارد اللي هيدير الندوة النهاردة. صباح الخير، أنا اسمي شيماء نصر، مدير مشروع Internationalizing Higher Education أو تدوير التعليم العالي. سعيدة بوجودي مع حضراتكم النهاردة، أحب أرحب بحضراتكم وهدي حضراتكم نبذة بسيطة على المشروع. مشروع Internationalizing Higher Education أو تدوير التعليم العالي، إحنا ابتدينا نفكر في أن التعليم العالي بيساعد الشباب أن هم يكونوا أكثر وعي بمجتمعهم وبالعالم حواليهم. وبالإضافة إلى عملنا مع الجامعات الحكومية المصرية، فابتدينا من حوالي 2 سنين. المشروع ابتدى يعني بيساعدنا على زيادة خبراتنا وإن احنا نشتغل على محاور أساسية، منها السياسات التعليمية، الريادة والقيادة، التوظيف ومهارات التوظيف اللي حضراتكم مشرفينا فيها النهاردة، وأخيرا مجال البحث الأكاديمي. بالنسبة للتوظيف اللي احنا برضو بيبقى في تكامل ما بين المشروع Internationalizing Higher Education مع الخاص بالتعليم العالي مع المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف. فاحنا السنة اللي فاتت برضو في إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تعاوننا مع مركز كي اللي هو كي سي دي سي Career Development Center في جامعة القاهرة،
ونظمنا ورشة عمل حول كيف تبدأ مشروعك الخاص في جامعة القاهرة السنة اللي فاتت. مش عايزة أطول على حضراتكم مرة تانية، برحب بحضراتكم وأتمنى إن شاء الله يكون في استفادة في آخر اليوم، ولو في أي استفسارات أنا وريهام موجودين للإجابة عن استفسارات حضراتكم. شكرا. احنا النهارده اللي هيدير ورشه العمل هو الاستاذ سامح ادوار. استاذ سامح هو استشاري في مجال رياده الاعمال، له خبره منذ 25 عام في مجال المشروعات الصغيره والمتوسطه، استشاري ببرنامج فقراء العالم الرابع بهيئه سي سي اف دي الفرنسيه، مدير ومؤسس مركز طلعت حرب للتدريب على رياده الاعمال والتسويق التابع لليو اس ايد، استشاري برنامج سيدا للمشروعات الصغيرة بمنظمة اليونيسف، مدير مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، استشاري تقييم المشروعات بمؤسسة سويرس للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية، عضو الاتحاد النوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد مؤسسي برنامج التدريب للتوظيف التابع للمعونة الأمريكية، وأسس العديد من برامج القروض للمشروعات الصغيرة في الهيئات الدولية وهيئة كير وهيئة بلان وهيئة سي اي دي اي. فرحبوا معايا بالأستاذ سامح إدوارد. Thank you.
مرة تانية أهلا وسهلا بيكم. تمام، احنا يعني هناخد كده حاجات سريعة تمام نتكلم فيها شوية على موضوع ريادة الأعمال، مش كده؟ أنا يعني قعدت أفكر النهاردة في اللي حصل لنا امبارح بسبب شوية مطر، مش كده؟ وهو ده المدخل بتاعنا في الريادة. بمعنى هو ليه ما حدش طول الوقت عايز ياخد المبادرة ويبقى هو اللي في البداية وهو اللي يبقى بيبدأ تمام انه يحول المشكلة دي الى فرصة، مش كده؟ هو ده مدخل من مداخل السوق، انه ازاي انا بشوف مشاكل الناس وهبتدي احولها الى فرص في مجال المشروعات، مش كده؟ وده هنشوفه شوية واحنا بنتكلم على موضوع ريادة الأعمال. ريادة الأعمال، مين بس هيبقى معانا عشان نقلب الكمبيوتر يا جماعة الشرايح؟ في ريموت او نعم؟ لا لا لا، بالنسبة لللابتوب. انا يعني قعدت اقول طيب تعالوا نشوف مع بعض، لو بدانا نفك كلمه رياده، تعالوا نفك كده مع بعض كلمه رياده، مش كده؟ وتعالوا نشوف اول حرف، هنفك كده كلمه رياده ونشوف اول حرف. طيب حرف الايه؟ مش كده؟ الري. عشان ابقى فعليا رائد في مجال المشروعات بتاعتي لازم اكون ايه؟ رائد في ايه؟ في الفكره. والمشكله اللي بتقابلها مصر وكتير هو دايما الفكره الجديده. انا من الناس اللي اشتغلت في مجال القروض، والقروض بالضاد مش بالدال، تمام؟ ده مجال تاني اللي هو بالدال. ففعليا كانت طول الوقت مشكلتنا ان احنا مش لاقيين مشروعات فيها افكار جديده تناسب السوق المصري. تقليد، ماشي. احنا كنا واصلين طبعا لكل محافظات الصعيد لغايه ما فوجئنا انه في قريه من القرى، تمام؟ لما جيت نقيم المشروع هناك ليه الناس ما بتسددش، ففوجئت انه الحاره دي فيها 13 بيت، وال13 بيت واخدين 13 قرض، وال13 قرض بقاله هيبيعوا لمين؟ فريادة الفكرة، كل ما هتبقى الفكرة جديدة، كل ما هتبقى الفكرة إبداعية، تمام؟ بس بشرط تتناسب مع المجتمع والظروف والإمكانيات اللي احنا بنعيشها، مش كده؟ فلازم نختلف، لازم نقدم حاجة جديدة مختلفة عن الناس عشان اقدر اقول ان في رياده موجوده عندي. وبعد شويه هنعرف انه الفكره دي هيبقى ليها مجموعه شروط عشان اقدر اقول ان الفكره دي فكره متميزه او فكره ناجحه. طيب ايه كمان لازم اكون رائد فيه؟ في التنفيذ. انا بقابل ناس كتيره جدا الكلام كتير، هعمل وهعمل وهعمل، تشتيت كلام اكتر بكتير من الفعل، ولكن في التنفيذ مفيش تنفيذ، الكلام اكتر. اللي عايز يبقى رائد ياخد خطوه ومبادره عمليه على طول، مش هيستنى. اللي بيتكلم كتير ده على طول، حتى وانا بعمل دراسه القرض انا بعرف ان هو سوري يعني مش هينجح. كلام كتير وهعمل والموضوع والحكايه والسوق قصه كده كبيره جدا، بحس انه ده مش واقعي. طيب ايه كمان؟ الريادة في النجاح. الشخص اللي عايز ينجح حتى في النجاح بيبقى فيه ريادة، مش بس بينجح، لا انا عايز انجح بامتياز، عايز انجح بشكل مختلف. المحطة اللي انا رصدها اعلى بكتير جدا من اللي انا شايفه دلوقت. احد الحاجات اللي مهمة مثلا
عشان تعرفوا مثلا ليه الناس بتتميز عننا وبتسبقنا. لسه جاي لي فيديو كده صغير انه في احد الخطوط الداخليه في اليابان تمام كان بيقابلوا مشكله ان الاتوبيس بياخد وقت كبير جدا عشان يلف في نهايه الخط الداخلي ده لانه الشارع مقفول. فاحد الشباب هناك فكر في فكره تمام، قالوا احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، ايه؟ هنشغل ده مش كده، فخلى الشارع يلف. على حاجه هيدروليك كده الاتوبيس في نهايه الخط، الناس بتنزل فالصينيه دي بتلف فالاتوبيس يبقى ايه؟ وشه اتعدل. هي دي قيمه الفكره، قيمه الفكره مش كده. الناس النهارده اي حاجه حتى جديده بنشوفها النهارده في السوق تعتمد على ان في افكار جديده طول الوقت مش كده، هو ده اللي لازم طول الوقت نفكر فيه. فرياده في التنفيذ، ريادة في التفكير، حتى في النجاح لازم أكون أنا بحط نفسي في مكانة متميزة عشان يكون ليا مكان في السوق. السوق النهاردة بقت حرب مش كده؟ والشركات الكبيرة طول الوقت بتاكل الصغير، بتداس مش كده؟ وطبعا الحمد لله أنه كمان الصين مش مخليها حد مش كده؟ فلازم فعلا هنواجه ده بفكرة الجديد، حتى في الإدارة، حتى في التسويق، حتى في التكلفة، لازم أفكر أقدم الحاجة دي أعلى جودة بأقل تكلفة مش كده؟ فأقل وقت. هما طول الوقت بيلعبوا على كده. طيب في حرف اليه عشان كمان نكمل، الابتكار. وانت بتعمل المشروع أو بتفكر في المشروع بتاعك، ايه الابتكار اللي فيه؟ ايه الابداع اللي موجود فيه؟ ايه الجديد اللي هتقدمه للناس؟ عشان لازم تسأل نفسك سؤال مهم، هو ليه الناس هتسيب المشاريع اللي موجودة وتيجي تاخد مننا؟ مش كده؟ احنا مش بنسأل نفسنا السؤال ده. وبعدين نفاجأ لما نيجي نقيم ناس مش المشاريع بتاعتها واقفة، عامل حاجة تقليدية جدا، السعر أعلى، الجودة أقل، طب ما هو الناس مش هتاخد منك مش كده؟ فلازم طول الوقت تفكر في ليه الناس هتيجي تشتري مننا، أنا اشمعنى أنا بالذات. الناس اللي بتعمل علامة واسم مميز بيجي منين؟ الاسم المميز ده بيجي منين؟ من أكيد الجودة مش كده؟ جايز السعر، جايز الطعم لو هي أكل، لازم يكون في حاجة مختلفة، حاجة مميزة. لما نيجي نمسك شركة زي شركة سوني، الرؤية بتاعتها عارفين إيه؟ هنجلها بعد شوية بس أنا هقولها، سوف نسبق أحلام عملاء. سوف نسبق أحلام عملائنا، يعني قبل ما أنت تحلم هتلاقي المنتج موجود. قبل ما أنت تفكر لازم أشوف، وأنا حتى بفكر في السوق عشان أكون ليا تواجد لازم أفكر على اللونج ران، يعني لازم أفكر للمستقبل، السوق رايح فين مش كده؟ لأنه إحنا عندنا كمان مشكلة إن إحنا طول الوقت أشوف أنا بفكر أنا عايز أعمل إيه كمشروع وبعدين أنتج وبعدين أبتدي أشوف مشكلة التسويق. مش هينفع، أنا لازم أعمل إيه الأول؟ التسويق قبل الإنتاج، سوق قبل ما تنتج لو أنت عايز تنجح. ليه؟ شوف السوق الأول هيستوعبك ولا لأ، مش تيجي تنتج وبعدين تفاجأ إنه السوق مش محتاجك او انت مش قادر تمشي في المنافسه بتاع السوق، ما ده طبيعي. فاعمل تسويق وبعدين انتج. طبعا فكره التميز، ايه الميزه اللي انت هتقدمها او الحاجه الاضافيه
اللي انت هتقدمها في المشروع بتاعك او في المنتج بتاعك عشان يكون لك رياده، مش كده؟ يعني لما نشوف المطاعم العالميه والسلاسل العالميه اللي جايه عندنا دي، تخيلوا كل سلسله كنتاكي دي قايمه على فكره ايه اللي هي رقم 3 دي، التفرد في ايه؟ حاجه بسيطه جدا، ايه؟ الخلطه السريه. مش عارفين نعمل خلطه سريه احنا، دي مصيبه مش كده؟ خلطه سريه، بصوا سلسله عالميه قايمه على القصه دي، التفرد. مصانع كوكولا وبيبسي، احنا لغايه النهارده المصانع بتاعتنا ايه؟ عباره عن ايه اللي عندنا هنا دي؟ تعبئه مش كده؟ فالفكره الانتاج جوهر الموضوع لازم يبقى عندي. التخطيط، احنا ناس ما نحبش نخطط مش كده؟ يعني نعمل مشاريع كده وبعدين نبقى نشوف، مش كده؟ يقولك دراسه الجدوى والكلام ده حاجات نعملها على الورق، يعني انا ابدا وبعدين نشوف. وبقول لكم يعني بامانه في مئات المشاريع اللي انا قيمتها خاصه بالصندوق الاجتماعي، بافاجئ ان هم كل اللي عملوه عباره عن حسبوا تكاليف المعدات تمام، وما فكروش في اي حاجه تاني. ودي مصيبه، لانه فعلا في ناس بتقع وقعات سودة في المواضيع دي، بتقع لانه هو فعلا ما عملش فعلا تخطيط للمشروع بتاعه ومشاكله ازاي هتبقى فيه المشروع وهو شغال. طبعا هستأذنكم الموبايلات بعد اذنكم، بس الموبايلات نقفل بس نخليها على سايلنت. ازاي اكسب العميل؟ دي احد الكوارث الكبرى بتاعتنا. احنا شلنا حتى من عندنا في المحلات العميل دائما على حق، مع العلم انه في التسويق الحديث بيقول لك ايه؟ العميل يدير المنظمه. العميل لو مش موجود انا مش مشروعي مش موجود مش كده؟ لو العميل ده ما كانش عنده الثقه في الشغل في الحاجه بتاعتي في الخدمه او المنتج بتاعي، طب هو جاي لي ليه؟ فمش بنعرف نكسب العميل ونحتفظ بيه، لانه في بعض الشركات تقول لك ايه؟ انا عشان انجح فعلا واستمر هكسب العميل الى الابد، يعني هيفضل العميل ده بتاعي لغايه ما ايه؟ ينتقل. ربنا يديله طول العمر يعني. ماشي؟ فده مهم. احنا يعني كل الناس اللي بتعمل مشاريع بتيجي عند حته العملاء دي، هو مين اللينك اللي بينك وبين العميل؟ بتوع الماركتنج وبتوع السيلز مش كده؟ فاحنا اقل ناس ممكن نجيبهم في المشاريع بتاعتنا دول، مع العلم ان دول الواجهه بتاعت المشروع بتاعتي. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ما بيعرفوش يسوقوا، ما فيش معرض، ما فيش لقاء من اللقاءات اللي كنا بنقابل فيها ناس عامله مشاريع، الا مشكلتكم ايه يا جماعه؟ التسويق. لما نيجي نشوف اللي عنده خطه تسويق ما عندوش حد بيسوق كويس، ما عندوش بياع كويس، طب ما هو لازم يبقى عندك مشكله تسويق. انت حتى مش عامل حتى اعلان للمشروع، ما ينفعش. انت حتى اليافطه مش هين عليك تعمل يافطه تصرف عليها كويس، طب ازاي يعني؟ فجزئيه ان انا ازاي اكسب العميل، اللي بيعملوه الصينيين هنا هو ده، هو بينزلوا في كل بلد على فكره كده عاملين زي القراده، يروحوا كده بجد يعني في كل حته. يعني قبل 25 يناير كنت في تدريب في العريش، ففوجئت ان الشباب في الصيف طالعين على البحر بيقولوا رايحين نصطاد اناديل. اناديل بحر يا ابني دي بتلسع. قال لك لا ما احنا هناخد فلوس. فلوس ايه؟ فاكتشفت انه في مركب صيني موجوده تمام بتشتري منهم الاناديل دي الواحد بجنيه. فالفضول خدني، انا عايز اعرف بيعملوا بيها ايه؟ هيلسعوا بيها بعض ولا هيعملوا ايه يعني؟ فعرفت انه بياخدوا منها مواد كيماويه وحاجات زي كده بتخش في الصناعه.
مفيش حاجة بيعدوها. تمام؟ مؤخرا انا فوجئت بحكم ان انا عندي مشروع بنشتغل في منطقة الزبالين انه كمان بدأوا دلوقتي يجوا عشان يأجروا الزرايب بتاعت الزبالين اللي عندنا. ليه؟ هيبتدوا هم يعملوا اعادة تدوير للزبالة. فكل حاجة عندهم بيعرفوا يستفيدوا منها مشاريع. الزبالة دي عندنا كنز. وقبل كده كانوا عارضين على الحكومة ان ياخدوا الزبالة بتاعتنا مقابل 6000 جنيه للطن. واللي هيدفع 6000 جنيه في الطن ده معناه ايه؟ هيكسب من وراء بالذات في الصينيين 10 اضعاف. هو ده بقى الريادة. هو ده اللي بنقول عليه الريادة. مش كده؟ فده مهم. طيب الحرف الثالث ايه؟ الالف. مش كده؟ عشان فعلا تبقى رائد في المجال بتاعك لازم تكون الاول. وما ينفعش تحط ان انت تبقى رقم اتنين. ليه؟ لانه جايز في واحد تاني بيفكر مش كده في نفس المجال بتاعك انه عايز هو يبقى الاول عشان حتى تقدر تنافس. لانه فعلا التسويق النهارده حرب. فمش هتتنازل عن انك انت تبقى الاول في السوق عشان تقدر يبقى ليك مكان. فلازم تكون الاول في كل حاجه. لازم في الافكار اللي بتنزل بيها. تمام؟ انتوا شايفين مثلا سامسونج عشان يبقى ليها تواجد في السوق عامله ايه؟ مش كده؟ ورا بعض. نوكيا كانت طالعه ايه؟ وفجاه ايه اللي حصل؟ اول ما دخلت شركه ايه؟ سامسونج. هو ده الفكره، انه عشان تحتفظ بتميزك كل يوم لازم يكون عندك تطوير. حتى لو مشروع انت عامله في البيت لازم كل يوم يبقى عندك تطوير. دي ضريبة نجاح. لازم تبقى عارف كده. مش هتطور كلام. ده كان زمان لما كنا ايه؟ يمكن مش جدوى.
انه هم لقوا بالنسبه لنا مشكله. طب مش هنحلكم يا جماعه الموضوع، احنا مستعدين نشتغل فيه. وطلع منهم بدون حاجه. فدايما الموقف ينتهز الفرصه. ينتهز الفرصه. طبعا اكيد انتوا عارفين هنا مجموعه كذا مشكله. تخيلوا انكم الانتباه ده انه كان في يوم بيخلص اجراءاته جاي من قريه للمدينه ما لقاش مكان يبيت فيه. قررت انه ازاي مدينه زي كده ما يبقاش فيها اماكن استضافه وضيافه للناس. وبدل ما كان بيسوي معاشه تمام عمل قرض تمام واشترى بيت. ودي كانت بدايه سلسله حلم. الإيمان بالنجاح. كل ما نقابل شباب النهاردة احنا عارف ايه اللي جابنا في الأيام السودة دي. البلد واقفة وبقالنا 3 سنين حالة مهبئة بجد. بقيت كل ما قابل حد يعني انا خلاص يعني اكتئبت. في ايه يا ابني؟ ما في ناس اصعب. يعني انا عايز اقول لكم بجد احنا لما زورنا بعض المناطق في السودان الريفية انا بجد انا يعني استغربت جدا. في قرى في السودان الناس عايشة على طاقة واحدة. مش هتصدقوا الطاقة دي شكلها ايه. بيعملوا دقيق في مية بيحطوا عليه بلح وبيجيبوا شوية حطب كده يولعوهم وبعدين تبقى عاملة كده زي الفطيرة وجبة ياخدوها في اليوم. وخلاص على كده لانه مفيش. المية هناك غالية جدا. شوفوا النيل الازرق والنيل الابيض هناك بس المية غالية جدا. اللي جاي من محطات الميه. فظروف الناس سيئه بس الناس بدات يبقى عندها استعداد عايزه تعمل حاجه. عايزه تعمل حاجه. فمهما كانت الظروف اللي احنا فيها انا ملياش دعوه. كل رجال الاعمال اللي نجحوا
على فكرة ما كانش فيه علاقة بالفلوس خالص. وأنا دايما بحب المثل تحديدا بتاع هوندا. هوندا ده راجل بسيط جدا، أبوه كان ميكانيكي، بس عارفين كان حاطط قدامه مين كتحدي؟ وقال لك هنفسه. أبوه يقول يا ابن اسكت، مش قده. مين؟ تويوتا. قال لك ده المنافس بتاعي، وقد كان. ليه؟ هو مؤمن انه هينجح. فلو انا عندي فعليا قناعه ان انا هنجح هنجح، لو عندي قناعه ان احنا هنفشل هنفشل. وبصوا هقول لكم حاجه، طالما الجهاز ده موجود اللي احنا مش بنشغله تمام، ممكن نعمل الخيال، ممكن كل الاحلام بتاعتنا نحولها الى واقع. لو فعليا انا عندي اراده فعلا واثقه ان انا هنجح، مفيش حد احسن مننا. ليه بره يعني هما زياده ايه عننا؟ يزيدوا ايه؟ ولا حاجه. هو بس فكره في نوع من انواع السلوك والالتزام تمام، وفي نيه ان انا اشتغل ومليش دعوه باللي حواليا. وعايزين ننجح نبدا بنفسنا، ومحدش يقول لي تمام انه اصلا انا معيش فلوس. يا جماعه الفلوس مش هي المشكله، المشكله فين؟ في الفكره. هات الفكره وهتلاقي، بحكم حتى في احنا في برنامج انطلاقه هنا المسابقه بتاعتنا كل سنه بنبقى يعني بنشمشم، قرب يجينا ادمان تمام، من بندور على فكره جديده. فاول ما تجينا فكره نقعد نشم فيها. عايزين فكره، هتقولنا فكره، عايزين فكره جديده. اخر حاجه اراده التغيير. هل احنا عايزين نتغير ولا لا؟ انا لازم اتغير في ايه؟ في سلوكي، في الفكر، في اداره وقتي، في ترتيب الاولويات بتاعتي. لازم اشوف اليوم كده ايه الحاجات اللي بتضيع وقتي، ايه الحاجات اللي هي لا تمثل قيمه في الوقت بتاعي. احنا بنضيع نص وقتنا لما نيجي فعلا نشوف خلاصه الوقت بتاعنا. لو ركزنا بجد هنجيب اضعاف اضعاف الشغل ده. فبس لازم يكون في نيه للتغيير، بس التغيير الايه؟ الايجابي. التغيير الايه؟ الايجابي، التغيير للافضل. لانه على فكره مثلا مشكله المرور مش هتتحل بعسكر المرور، لازم الناس تتغير سلوكها، لازم الناس تعرف لو كل واحد التزم الشوارع هتمشي. لو كل واحد التزم الشوارع هتمشي، بس هو كل واحد بيقول لك ايه؟ كبر. يعني جت عليا انا يلا مش مشكله. حرف الدال طلعت كلمه كبيره قوي احنا مش عارفين، مش كده؟ طيب حرف الدال لازم عشان يبقى فعليا انا شخص رائد في العمل بتاعي، لازم انا ادعم نفسي بنفسي. ازاي؟ انا هطور نفسي، هدور مش كده، هبحث، هشوف كل الخبرات الجديده، كل ما هو مختلف. لازم اقعد ادور، لان هم الصينيين بيعملوا كده دلوقتي على فكره. الصينيين بيعملوا كده، بيشوفوا الحاجات اللي موجوده وبيبتدوا يقلدوها، بس بيحاولوا يطوروا فيها عشان يقدروا ينزلوا بها السوق مش كده. مؤخرا انضمت الصين اللي كانت بتيجي تتعلم عندنا صناعه السيارات الى نادي ايه بقى؟ نادي حاملات الطائرات. قعدوا 5 سنين يصنعوا حاملات طائرات. احنا هنحتفل قريبا بحامله التوك توك. حتى التوك توك تخيلوا مستورد، دي مصيبه تاني. مش عارفين نعمل توك توك، الشباب اللي زي الورد دول مش عارفين نعمل توك توك. يعني مش ممكن، ايه التوك توك ده؟ فالتوك توك مستورد. ف
ففعلا لازم نعيد النظر في فرص في السوق بتاعنا، بس مش عارفين نفكر فيها، مش عارفين نقتنصها، مش عارفين نقتنصها. الامكانيات، انا لازم اكون شخص دارس امكانياتي كويس. لو انا بفكر في مشروع لازم اعرف الامكانيات اللي متاحه ايه. ليه؟ عشان لما اجي اقول هعمل مش كده انفذ. لكن ما نقعدش في اوهام، مش معناه ان انا بقولك ما تحلمش، لا لازم نحلم. وانا دايما اقول كده، هنحلم ونصدق الحلم، احلموا وصدقوا الحلم. على فكره ديزني ده عمل كده، حلم وصدق الحلم وحوله الى حقيقه. فاحنا مش اقل منهم، بالعكس انا بشوف قدراتنا وامكانياتنا اعلى منهم. فهنحلم وهنصدق الحلم وهننجح. فالامكانيات بتاعتي لازم اشوفها كويس، امكانيات اللي حواليا كمان لازم اعرفها، عشان ما نبقاش بنعمل بنفكر في حاجات وبعدين اجي على ارض الواقع ما الاقيش. لازم نمشي على حسب الامكانيات وناخدها درجه درجه، لازم ناخدها درجه درجه. طيب ايه كمان؟ دعم الاخرين. اللي عايز يكبر عمره ما هيكبر لوحده، ودي مشكله عندنا حتى في نظام التعليم الون، اللي هو اساسا موروث ايه؟ فرعوني. فانا عايز ابقى لوحدي، اول ما حد يبتدي يقرب منك عايز يسرق الفكره، عايز ياخد الحاجه مني، عايز مش واخدين طول الوقت حته المؤامره. لا، من غير فريق مش هنعرف نشتغل. فلازم تدعم اللي حواليك. احنا دايما بنقيس نجاح المديرين، بنقول المدير ده نجح امتى، كام ليدر طلع من تحت المدير ده، عمل كام واحد ينفعه استف تاني بعد المدير ده. لكن لو انا بقى مش موجود تفاجئ كل حاجة وقفت. الشطارة ان لما انت تغيب كل حاجة ماشية. ليه؟ في انظمة، في سياسات انت عملتها، كل حاجة ماشية. طيب ديمقراطي، انا مش بكلم في سياسة ولا حاجة، ايه الديمقراطيه هنا في المشروع؟ دايما الناس اللي هم اصحاب المشاريع يحبوا المركزيه، انا اللي همضي على الشيكات، مش حدش ياخد قرار غيري، لازم ترجع لي. الفكره دي مش عجباني، بعدين ياخدها يعني شويه كده ولا انا اللي قلت الفكره دي. ديمقراطيه. فبدون كمان انه انت تبقى شخص ديمقراطي، تشارك الفريق اللي معاك تمام، ويبقى فيه لا مركزية تمام في الشغل، عمرك ما هتكبر. في عندنا مشاريع بادية من الستينات وزي ما هي بنفس الحجم. ليه؟ شخص واحد، والشخص ده كمان مشي راح ورثه لمين؟ لابنه. هوندا أول ما بدأ يشتغل وبدأت العملية تكبر معاه، على طول كان عامل فريق 20 واحد، والعشرين دول على طول بقوا 50، وخمسين بقوا 100. ليه؟ من غير ما الفريق بتاعك هيكبر، عمر ما المشروع بتاعك هيكبر، هتفضل طول الوقت في المشاريع الصغيرة. لازم يبقى معك فريق، لازم. الشخص كمان اللي عايز يبقى رائد لا يقبل الفشل، ما يعرفش الفشل، طول الوقت بيفوز في المنتج اللي بيقدمه، في حصة السوق اللي هو داخل فيها تمام، في الصفقات اللي هو بيخش فيها تمام، في إدارته. فهو على طول مبدأ الفوز موجود عنده. هي دي الريادة في الوقت اللي احنا فيه ده، اللي فيه صعوبة شديدة جدا في السوق، في العرض والطلب، مش كده؟ طيب آخر حاجة، حرف الت. من غير ما هيبقى ندي نفسنا فرصة للتفكير، لأن دايما التفكير مرتبط بإيه؟ التفكير مرتبط بإيه؟ بالإبداع، مش كده؟ فمش هنعرف نبدع.
مش هيبقى عندنا القدرة أو النظرة المستقبلية ولا حتى يبقى عندنا حكمة. فمحتاجين طول الوقت نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نهرش هنا مش كده؟ لازم نفكر. يعني في برامج الاتصال دايما أقول لهم إيه؟ اتعلموا قبل ما تتكلموا. فكر الأول. أنت تبقى مع قاعد مع واحد ما خلصتش السؤال ما بتلحقش، ما بيديش فرصة يفكر. اتعلموا إنه لازم أفكر الأول وأحسبها صح، وبعدين أبتدي أشوف إذا كان ده مظبوط ولا لا. أوزنها، خلي عقلك يشتغل بحكمة. فلازم تفكر، لازم تفكر. وكل ما اعتمدنا في شغلنا على مهارات التفكير اللي هو الجزء ده، سعرنا عالي في السوق. وكل ما هنعتمد من هنا لتحت في السوق، سعرنا ايه؟ هينزل، لانه غالبا كلنا قريبين من بعض في الحته دي. فنعتمد على المهارات الفكريه، التشاور، ازاي ترجع للناس تتشاور معاهم تتناقش، وما تاخدش قراراتك بعنتريه. دي فرصه. يعني احد من الناس من زمايلكم راح دخل في صفقه تمام في حاجات كمبيوتر من الصين، وبعد ما جابها قال لك ايه، استنى عليها شويه كده تمام، وبعدين ابتدي انزل بها السوق بقى، ايه، هضرب الطاقه 2. طبعا نزل موديل جديد ضرب الشغل بتاعه اللي هو تقريبا كان دافع فيه فوق 60,000 جنيه. فالستين وقتها كانوا يعني خسر فيهم تقريبا فوق 20,000 جنيه. فما ينفعش، لانه برضو ما عملش نوع من انواع الحوار والمناقشه وشاف الدنيا ماشيه ازاي في الجزء ده. اخر حاجه او قبل الاخيره، فكره التطوير. المشروع بتاعك لازم مبدا من المبادئ والسياسات بتاعته التطوير، استمرار عمليه التطوير. النهارده في شركات كل يوم تقريبا في حاجه جديده، كل يوم في حاجة جديدة. ليه؟ عشان يقدر يبقى متواجد في السوق. وده هي دي بقت الحرب. واللي مش هيعمل كده خلاص. والنهاردة بقى في حاجة بنقول دايما، بنقولها ايه؟ في السوق بتاعنا النهاردة، من لا يتقدم يتقادم. من لا يتقدم يتقادم، خلاص. لو مش هتجري محدش هيستناك. تمام؟ عشان ياخد فرصته، لا. في غلان حوالينا عايزه تاخد السوق بتاعنا، محدش مستني. فبالرغم ان احنا عندنا المواد الاوليه والخامات والسوق كمان كعنصر بشري، بس مش عارفين نستغله. يعني تخيلوا مثلا احنا عندنا من سنه اولى ابتدائي لرابعه جامعه تمام، كام شخص او كام طالب وطالبه سنويا؟ ما يعادل 26 مليون. سوق رهيب في الأدوات المكتبية، سوق مش طبيعي. وبالرغم كده كل السوق بتاعنا عبارة عن إيه؟ مستورد. ليه يعني؟ ما أنا عندي السوق أهو. وبعدين نيجي نقول عندنا مشاكل في التسويق، طب ما لازم يبقى عندنا مشاكل في التسويق، لأن أنت بتروح في حتت أساساً المعروض فيها أكتر من الطلب، فلازم هيكون في مشكلة. طبيعي. ففي فرص في السوق عندنا، عايز قوة الملاحظة وانتهاز الفرص. التميز يبقى التطوير، وكمان اللي بيكملوا عملية التميز انه لازم هتحتفظ بتميزك في الخدمة، في المنتج، في كل حاجة انت بتعملها، في ادارتك، في الفريق بتاعك، لازم تكون طول الوقت متميز. انا عارف طولت في الجزء ده. طيب، عشان فعليا يبقى ناس عارفين فن الرياده فعليا، وانت بتفكر في المنتج او الخدمه، دايما فكر في المنتج ده ان يبقى ليه قيمه. بس القيمه دي مش ليك انت، يعني مش انت وجهه نظرك يا سلام على الحاجه اللي انا عملتها دي، لا ده ما يهمنيش. القيمه والمعنى من وجهه نظر العميل، السوق. السوق عايز ايه؟ هو ده اللي يقدر لك اللي انت بتعمله. لكن عملت حاجة فخمة جدا لكن الناس مش عايزاها، ولا لها لازمة ولا لها قيمة.
فالقيمة والمعنى من وجهة نظر العميل، دي نقطة مهمة جدا. وعشان كده جه النقطة التانية، قالك ايه؟ ما تخليش المشروع هدف شخصي. يا سلام، انا عايز اركب بي ام وفيلا كده حلوة واعمل الفرح بتاعي مش عارف ايه، مش كده؟ هو ده اللي قاعدين نفكر فيه. بتفكر في كده ما بيجوش، بيهربوا. لما هتفكر في المشروع نفسه وفي انك انت تقدم حاجة مميزة للناس هتنجح. وما تفكرش في الفلوس في البداية، فكر في الكواليتي بتاع المنتج، في رضا الناس عن المنتج. هتلاقي انه الفلوس هي اللي بتجري وراك، الفلوس بتجري وراك. وانا عارف كلكم بتجروا من يعني زهقانين من الفلوس. اللي بعده، ايه كمان لازم تقوله لنفسك وانت بتعمل مشروع؟ سأقدم ما يحسن ايه؟ ظروف معيشة الناس. يعني شوف الناس تعبانة من ايه؟ مش كده؟ وقدم لهم حاجة تساعدهم في تحسن الظروف بتاعتهم. يعني الشخص اللي فكر في الغسالة الفول اوتوماتيك دي كان هو عملها ليه؟ لانه بقى في نسبة كبيرة جدا من السيدات بدأت ايه؟ تشتغل. والغسالة العادية بتاخد وقت طويل جدا، فلما عملها كان بقصد ايه؟ عشان يحسن الظروف. الناس بتعاني من ايه؟ يعني النهاردة اللي هيقدم اي فكرة تحل مشكلة المرور بتاعت مصر، الناس هتدفع فيها ولا لا؟ وبدون مناقشة. فدايما فكر في كده، فكر في الحاجة اللي هتحسن ظروف الناس وتجودها. فكر كمان ان انت تخلق فرص عمل للناس اللي معاك. اخلق فرص عمل، وما تقتصرش ان يبقى مشروع قائم عليك انت بس، فقدم فرص عمل. بالمناسبة كمان فكرة فرص عمل دي بقت مقبولة جدا النهاردة في البنوك والهيئات اللي بتدي قروض. كل ما المشروع بيدي فرص عمل زيادة بيبقى نسبة النجاح بتاع الموافقة على القرض عالية جدا. سأجعل العالم مكانا أفضل للمعيشة. هو ده الأفكار. أنا بفكر في الناس، في كل اللي أنا بقوله ده مش بفكر فيه حاجة شخصية. سأحقق إنجازا أفتخر به في العالم مش في مصر. أنا عايز أعمل حاجة تقعد. يعني فعلا تعالوا ارجعوا كده لأي شخص من الشخصيات الكبيرة دي اللي عملت أسماء كبيرة، تمام؟ يعني اللي عمل الفيسبوك ده شاب مش كده؟ أكيد مبسوط دلوقتي، أكيد مبسوط. المشروع كلفه إيه؟ مش كده؟ إيه التكلفة؟ فالموضوع مش موضوع فلوس. طيب، حاجات سريعة بقى. لازم يكون عندك رؤية، والرؤية دي تكون مكتوبة. انت بتتمنى تبقى ايه؟ نفس المشروع بتاعك يبقى ايه؟ ديزني كان بيحلم، هوندا كان بيحلم، كل الناس الامثلة اللي فورد كان بيحلم، تمام؟ لازم يبقى فيه رؤية. الحلم اللي انت بتتمنى تشوف نفسك رايح له، لازم يبقى عندك محطة. لازم تكون محدد الاتجاه بتاعك بتاع السير، وما ينفعش تبقى ماشي كده وخلاص. عشان يبقى طول الوقت عندك ايه؟ كل ما تطلع درجة في هدف. لان لو مفيش رؤية مفيش هدف، الرؤية هاخد منها هدف. فلازم فعليا يبقى عندك رؤية، وما تخلوش الرؤية من فضلكم بتاعتكم رؤية صغيرة، خليها طموحة. وانسى وانت بتحط الرؤية الامكانيات، انسى. انا دلوقتي بحلم، انا فوق. وعشان كده وانت بتفكر انت رايح فين، غمض عينيك واحلم. بس مش بتفكر في المكتب والتكييف والناس،
الناس والسكرتارية، لا انا بفكر في ايه؟ العملاء هيبقوا مبسوطين ازاي وهم بياخدوا المنتج بتاعي؟ هو ده على فكرة سر رئيسي في النجاح. العميل هيبقى مبسوط ولا يقعد يخرب بيتنا 100 مرة وهو ماشي زي اللي كان واخد الشاهين في آخر أيامها، لكن بيبقى مبسوط. تخيلوا مثلا عربية زي تويوتا بيتعامل عليها مراجعة كم مرة عشان تطلع ما فيهاش غلطة؟ 100 مرة. ليه هو بيعمل ليه كده؟ مش قصد يعني يقرف العمال بتوعه، ده عشان يطلع منتج احتمال الخطأ فيه تصل إلى زيرو، لأن ده ليه تمنه في السوق، مش كده؟ ليه تمنه. فده جزء مهم. العميل بتاعي هيظل معايا ازاي؟ هحتفظ بيه ازاي؟ بصوا بقى لما نشوف كمان بعض نماذج الرؤية، الحاجات المميزة. أنا هستأذنكم بس لو نخفف التكييف شوية، لأن أنا يعني المنطقة هنا فاضية عندي فبقت مشكلة. طيب، متعة العائلة، ده كان مين اللي حطت الرؤية بتاعته دي؟ ديزني. ديزني على فكرة يعني غير المدينة الأحلام اللي عاملها، تمام؟ الإدارة بتاعته يعني فعليا مثلا عامل حاجة اسمها إدارة النحلة. إزاي الشخص ده بيقعد يبتكر حاجات عشان في إبداع طول الوقت عنده، في إبداع. فحتى الشخصيات مثلا بعض الحيوانات اللي هي كانت مرفوضة زي الفيران مثلا، مش كده؟ حولها إلى شخصيات كرتونية أطفال العالم كلها النهاردة، توم وجيري، مش كده؟ عمل منها قصة. طيب، الأداء الرياضي الأصيل، الأداء الرياضي الأصيل، أديداس. ده بيدور على الأصالة في الرياضة وفي الأداء. سوني، سوف نسبق أحلام عملائنا. معظم الاستوديوهات المحترمة هتخش تلاقي معظم أجهزة الصوتيات والمرئيات فيها شركة إيه؟ سوني. كاسح. ليه؟ على طول بيجري عشان فعلياً يقدم حاجة تسبق السوق، دايماً سابق السوق على طول. هي دي قيمة الرؤية. فكل ما بيوصلوا لمحطة ما بيقعدوش، بيجروا. مش بنعرف نقف، مش بنعرف نقف، مش هنقف، لأن هنقف مش هيكون لنا مكان في السوق. طيب، عشان يبقى فيه ريادة لازم تتحرك، لازم يبقى فيه سرعة. ابدأ التحرك والتخلص من الرغبة في الكتابة والبدء بالتنفيذ. قاعدين نكتب وقاعدين نفكر وناخد وقت طويل جدا، مش هينفع. لازم يكون في وقت تاخد الخطوة، الاكشن، الفعل، تبتدي تتحرك، ما توقفش عند فكرة، مش هينفع. كفاية كلام، احنا عايزين ايه؟ فعل. عايزين حركة، حركة في الاتجاه السليم. اطلق الايه؟ العنان، مش كده؟ الخيال بتاعك خليه واسع، وانت في المشروع بتاعك احلمه. النهارده ما كانش حد يصدق ان في عربيات هتطير. بقت موجوده ولا مش موجوده؟ بقت موجوده. محدش عارف بكره وبعده كمان هيكون في ايه في التكنولوجيا. بس كل ما هو خيال لو تلاحظوا الموضوع بيحصل فيه ايه؟ بيتحقق. مين كان يصدق انه موبايل، تمام، يبقى في جبنة، تمام؟ أنا فاكر وقت الجامعة عشان كنت متغرب، تمام؟ كنت أروح أقعد في السنترال لغاية وبعدين أتصل بالنداء الآلي وأقعد أخد دوري وبعدين نقعد نخش الكابينة الإزاز دي، وخاصة لو الدنيا حر تطلع خلاص ميت. فالموضوع بيجري، بيجري بسرعة. فإزاي فعلياً سرعة التخيل للمستقبل عشان أبقى متجاوب مع المستقبل؟
لازم تدور على أعضاء للفريق بتاعك. لازم تبقى فريق وانت بتفكر في المشروع، مش هتقدر لوحدك. لازم حد معك في التسويق، انتاج، إدارة، في الماليات. لازم يكون عندك عنصر مهم جدا، جذب الناس. ازاي هتجذب الناس للمشروع بتاعك؟ جذب الناس، جذب العملاء. وانت بتصمم المنتج بتاعك فكر ان انت ايه؟ تختلف. اختلف عن الاخرين. ما طول الوقت هي نفس العربية، بس ايه الجديد اللي في العربية دي؟ ايه اللي مختلف؟ ايه الجديد؟ تخيلوا مثلا النهاردة بكرة قالوا انه خلاص في غسالة نازلة، الهدوم طالعة مكوية، الناس هتعمل ايه؟ هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ لازم هتاخدها، مش كده؟ خلاص. ولو ضاف اوبشن كمان تكوي الرجالة بالمرة، تمام؟ يا سلام، ده هتتباع هوا. طيب ادرس السوق قبل ما تاخد خطوة. ادرس ادرس ادرس، حطوا مليون خط وانتوا بتكتبوا دي. ادرسوا السوق كويس. سر نجاحك في دراسة السوق، سر تميزك في دراسة السوق عايز ايه. طيب ايه البيزنس موديل بتاعك؟ يا ترى ايه النموذج الربح بتاعك اللي انت هتشتغل عليه؟ طيب بيعتمد على حاجتين. نجاوب على سؤالين لو انت عايز تعمل بيزنس موديل. مين اللي معاه الفلوس بتاع المشروع اللي انت ناوي تعمله في جيبك، في جيبه؟ يعني مين العملاء اللي انت ناوي ايه تشدهم، اللي هم فلوسهم هتجيلك بعد شوية لما تنزل المنتج بتاعك فتاخد من الأرباح اللي في جيبهم. فده يخليك تفكر مين هو الفئة المستهدفة بتاعتي، مين عشان أقدر أشتغل عليه هو، وأقدر أحدد الفلوس اللي هقدر أخدها منه قد إيه. وما اشتغلش كده عشوائي، لازم أحدد مين الفئات اللي هتجيلي عشان تشتري المنتج أو الخدمة بتاعتي، اللي نتيجة الأرباح لما هشتغل وهبيع هاخد الفلوس دي وتخش من جيبهم أو تطلع من جيبهم، هتخش على الجيب بتاعي. طيب مهم جدا وانت بتعمل البيزنس موديل بتاعك انه لازم تكون دقيق. دقيق في التكلفة، في الأرقام، في السوق. ما تعقدش، كن بسيط، ما تعقدش الأمور. خلي بالكو دايما بننصح الناس وهم بيعملوا مشروع ابدأ صغير عشان تكبر، ودايما جرب حاجة صغيرة عشان حتى لو الحاجة دي فشلت يبقى حتى التكلفة أو الخسارة إيه؟ قليلة. ما تبدأش مرة واحدة على واسع، ابدأ تجربة تجريبي، ما تندفعش في دخول السوق. دايما خد أفكار واستوحي أفكار من الآخرين اللي حواليك ومن الناس اللي سبقوك. اتعلم من الناس اللي سبقتك، استفيد من التجارب اللي الناس خاضتها ودفعت تكلفة ودفعت مجهود في ان هي تنفذ المشاريع دي. مهم جدا ترسم الهدف بتاعك. هل ينفع نعمل عمارة، الناس المهندسين اللي هنا، انا مش مهندس، من غير ما يبقى ليها مكت، من غير ما يبقى ليها رسومات بتاعتها؟ ينفع؟ ما ينفعش. هو نفس الكلام في المشروع، لازم تبقى شايف المكت بتاعه بالابعاد بتاعته بكل حاجة، الاساسات بتاعته اللي هي البيزنس بلان بتاعتك، ده لازم يكون موجود. وإلا لو العمارة اتعملت كده عشوائي ايه اللي هيحصل بعد شوية؟ هتوقع زي ما بيحصل. طيب عشان الأهداف نقدر نحطها بطريقة واضحة لازم تثبت الفكرة بقى اللي انت هتشتغل عليها، وما تتشتتش في مليون فكرة، لازم فكرة واحدة انت استقريت عليها. لازم تقدم او تصمم الماكيت اللي هو خاص بالمشروع بتاعك، من دراسة السوق، من دراسة التكلفة،
من دراسة الوقت، من دراسة المنتج، كل الحاجات دي. مهم كمان تأمين عملية التمويل بتاعة المشروع. لازم تبقى عارف فلوس المشروع هتيجي منين. لازم تبقى تعمل نماذج ونسخ تجريبية. ليه النقطة دي؟ عشان تجس بيها نبض السوق، مش كده؟ أعمل تيست عينات وأشوف الناس هتقول إيه على العينات دي قبل ما أعمل تنفيذ فعلي للنموذج بتاعي. ولازم تفكر جدياً إزاي تحقق اكتفاء ذاتي للمشروع بتاعك في أسرع وقت ممكن عشان ما يبقاش عليك ديون. إحنا معلش هنبتدي نجري. طيب، من ضمن الحاجات كمان اللي مهمة، انت هتقدر حجم، لازم يبقى عندك تقديرات للسوق، حجم السوق بتاعك، هامش الربح بتاعك، حجم المبيعات المتوقع، تكلفة التجهيزات والتشغيل. كل ده مع نقطة مهمة جدا، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة، مش كده؟ ممكن يكون السوق ضخم جدا بس انا امكانياتي مش هقدر اغطي كله، يبقى على حسب الامكانيات بتاعتي والقدرات بتاعتي وقدرات التشغيل بتاعتي هقدر احدد حجم السوق اللي انا هشتغل عليه، تمام، او حجم المبيعات كمان اللي انا هعملها. هيكون في مهام لازم تحددها عشان تبتدي تعمل المشروع. مكان المشروع لازم توفره، فريق التسويق بتاعك اللي انا بعتبره اهم من بتوع الانتاج، لازم تحط النظام اجور وحوافز. وبمناسبه الاجور وحوافز، خلي بالكم، هو ليه الناس اللي بتطلع بره مصر بتنجح؟ عشان الحته دي، احنا بنحب نستنزف العمال اللي معانا، ولما ما بياخدش حقه بيحاول يعمل ايه؟ يا اما يسيبك، يا اما هيضطر يعمل ايه؟ هيعمل لك اهدار في الشغل واهدار في الوقت، فيبوظ لك الدنيا. فخلي بالك ان الايدين والرجلين بتاعتك هم العمال دول، ومن غيرهم المشروع مش هيمشي. فلازم فعليا تديهم حقهم كويس عشان يقدروا كمان هم يبقوا في انتماء للمكان. لازم تشوف كمان، تدرس الاجراءات القانونية للمشروع، هل التسجيل، هل الترخيص، كل الحاجات ديت اللي هتعملها، تمام. ومهم في الايام اللي احنا فيها دي كمان تأمن على المعدات والحاجات بتاعتك، مهم جدا عشان لاي ظروف او كوارث. طيب، هنسمع العبارات دي كتير وهتسمعوها من اللي حواليكوا. ايه؟ انا خايف، انا بابا هيدفع لي 30,000 واشتغل في الكهرباء، انا هدفع 20,000 واشتغل في البترول. يا عم خلينا جنب الحيط، اللي برضه اللي مضمون احسن من اللي مش مضمون. او انا مش هقدر، فكره البيزنس دي الخاص والكلام ده مش هينفع، يعني ما بقدرش عليها. انا عملي، انا اللي بشتغل فيه دلوقتي عم مستوره وهخطب قريب وتمام التمام والعمليه ماشيه ومستوره، مش حدش قال لك حاجه. بس دايما خليك طموح، إمكانياتك وقدراتك أعلى من اللي أنت بتعمله النهاردة، فده لازم تشغله خسارة. أو أنا ما عنديش الكفاءة أن أنا أبقى صاحب مشروع. في ناس، يا عم أنت مش عارف فلان اللي فشل وفشل وفشل وفشل. طب ما هو في مقابل الفشل في مليون واحد كمان نجح، أنا ليه باخد السلبي؟ أو ما عندناش فلوس. دي اخر حاجه ممكن تفكر فيها، فكره الفلوس او التمويل. او السوق صعب، يا عم الصينيين مغرقين الدنيا، اخش فين يا عم؟ صعب جدا، قاتلين السوق، النجاح مش مضمون، بس يا عم ممكن نفشل، انا نحس، انا يعني كل ما بخش حاجه بفشل. هو الفكرة ان انت مش نحس، انت مش بتدرس، انت مش شرارة. الصعوبات كتيرة، المنافسين اقوى، ما عنديش خبرة، انا لوحدي، المشروعات الكبيرة هتاكلنا،
طب ماشي، ما كل الناس الكبار دول كانوا صغيرين في الاول، كل الكبار دول كانوا صغيرين في الاول ونجحوا وقدروا فعليا يتغلبوا. طيب تعالوا بصوا كده، نجاحك في عالم ريادة الأعمال بيعتمد على المحور ده. إيه المحور ده؟ من 26 ودلوقتي واقف. إيه؟ سوري أنا اضطريت أسميها كده، الشركات اللي في الناحية دي سميناها شركات غبية، سوري في اللفظ. إيه الشركات الغبية دي؟ اللي هي طول الوقت قاعدة تفكر على توفير منتج فريد ونافع، بس من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر الشركة، من وجهة نظر الشركة مش من وجهة نظر العملاء. ففي شركات كتيرة اتقفلت زي شركة النص بتاع السيارات، هي شايفة المنتج بتاعها رائع متميز فريد، بس من وجهة نظر مين؟ المدير، سوري هتتقفل. لكن الشركات المنافسة بنجاح واخده خط نجاح مستمر، قيمة المنتج عند ايه؟ المشتري والعميل. المنتج ده بيمثل قيمة عند العميل شكلها ايه؟ هو ده اللي مهم. مش مهم انا شايف المنتج ازاي، براحتك. انا يهمني العميل شايف المنتج بتاعي ازاي. هقول لكم تاني مهم جدا، ما تقلقوش من التمويل او الفلوس. انت اقلق لو انت مش عارف محطة الوصول، انت عايز تروح فين. الفلوس دي وسيلة مش هي الهدف، بس المهم تكون محدد محطة الوصول بتاعتك، هو ده الاساس. ولازم تفكر وانت بتعمل المنتج بتاعك انه لازم يكون منتج عصري يتناسب مع الوقت اللي احنا فيه والمستقبل. ما تبصش تحت رجليك، لازم يكون فعال مميز يثير انتباه العميل. مبدأ يعني شايف ان حاجة ما حصلتش. حتى فعليا يثير المشاعر بتاعت العميل، في عمق في الجوهر بتاعه، بيبقى مرضي للعميل. تمام، مدعوم فعليا بدراسة قوية للسوق، جاي بناء على دراسة للسوق. طيب اخر توصيات عشان انا طولت عليكم، ايه هي التوصيات اللي عايزين نقولها لكم؟ دايما خلي النجاح هو اللي مسيطر على تفكيرك، وانسى كلمة الفشل دي، فخليه طول الوقت انت مشغول بالنجاح. اتنين، اجعل رضا المستهلك هو الاساس تمام لنجاحك. رضا المستهلك او العميل هو الاساس اللي انت بتبني عليه المشروع، مش الارباح. قدم ما هو جديد ومختلف ومتميز لراحة العميل، لراحة العميل مش ليك انت، لراحة العميل. هيريح العميل ازاي؟ ايه الاضافة، القيمة المضافة اللي انت هتقدمها للعميل؟ هو ده اللي مهم. سوق قبل الانتاج، قبل ما تنتج انزل السوق، حدد هدف واضح من البداية. انا عايز اوصل لفين؟ ايه الهدف الاساسي بتاعي؟ انا لازم اعمل ايه؟ النقطة اللي جاية، لازم تكونوا واثقين في نفسكم اكتر من كده. امكانياتكم وقدراتكم، وانا بقول لكم اهو هتقدروا، فخليكم واثقين وما تخليش اي حاجة تعطلك. والنجاح على فكرة بالرغم ان هو صعب لكن مش مستحيل، وطالما في كلمة ممكن يبقى هنقدر نوصل، وطالما في ده يبقى هنقدر ننجح. ادرس السوق، بص قلت ايه، ادرس السوق بتاعك جيد جدا،
يدرسوا سوق كويس. ما ينفعش اعمل مشروع وانا مش دارس. لا تفكر في انسوا الربح. انسوا الربحيه خالص في البدايه. لا تتنازل عن الجوده وعن الدقه. اوعى تتنازل عن الجوده بتاعتك والدقه. تاكد ان هناك فرص عديده للسوق في السوق للمنتج بتاعك. بس المهم تعرف نقط الضعف والقوة بتاعت المنافس بتاعك، وهي دي اللي تلعب عليها. اعرف نقط القوة ونقط الضعف والعب عليها، تمام؟ وهي دي اللي هتخليك تخترق السوق. طيب، من هو رائد الأعمال؟ شخصية حالمة. سوف أكون من عالم البيزنس. سوف أكون أحد الشركات العالمية. ده مش كلام فض أعداد، ده ممكن يكون هو ده فعليا يعني الحقيقة، بس اللي هتحتاج منك شغل ومجهود عشان توصل لها. ولازم تكون شخصية فاعلة، بتشتغل، بتنجز، بتحقق، وما تستسلموش للعوائق والتحديات مهما كانت. مش هنستسلم، وحتى في الظروف اللي احنا فيها دي في كم من الفرص التسويقية في مصر مش طبيعي. ليه؟ الشعب اللي قرب على 100 مليون، ده سوق غير عادي، سوق رائع، وفي كم من الحاجات المستوردة كتير جدا. فده برضو بيقول لي ان السوق مازال في فرص قوية جدا ان احنا نخش ونكسبه. دايما الشخص الرائد لازم يكون هدفه واضح، هو محدد رايح فين، واثق من نفسه، يفكر باستمرار في العمل، يفكر باستمرار في العمل، لا يخاف الفشل، مخطط ومنظم جيد. ده على فكرة كاس العالم، تمام؟ اوكي، اللي هناخده بكرة، تمام؟ مبتكر ومبتكر وإيه؟ ومبتكر. التحكم والسيطرة، تمام؟ شخصية مستقلة مش شخصية تابعة، يخلق الفرصة، هو اللي بيوجد الفرصة. دايما الشخص المتميز هو اللي بيجيب الفرصة، مش الفرصة اللي بتجيبه، هو اللي بيجيب الفرصة. ادي الشخص اللي عمل الفيسبوك قدامكم اهو، تمام؟ اطلقت عليه الصحافة العالمية مارك افندي، ده قائد الشباب. تم تقدير الموقع الفيسبوك ده من 3 سنين انه ب 15 بليون دولار امريكي. وهو دي الريادة، هو ده النجاح، وهو دي العالمية. وبالتالي حطيت نقطة هنا بقول ايه؟ ده سؤال ليكو، بينقصك ايه او ينقصك ايه عشان تكون رائد؟ مين مارك ده؟ على عينه عرس؟ اي نعم، لو انا حطيته هيتزحلق، لكن مش مشكلة، تمام؟ لكن 15 بليون دولار، ده من 3 سنين، بفكرة، مش كده؟ فكرة، برنامج. هو ده اللي احنا محتاجينه. طيب، لازم القوة اللي عندك لازم تطلعها. لازم القوة اللي عندنا، بس مش عايز ناس تروح تشيل حديد. لا، انا عايز قوة الايه؟ قوة التفكير. مش كده؟ انا عايز المارد اللي جواكوا يطلع، بس في قوة الايه؟ مارد التفكير. اي امكانيه موجوده في انسان ما، تمام، هتكون موجوده فينا كلنا، وعندنا كل واحد فينا في قوه كامنه يقدر فعليا يطلعها لو هو كان عنده الثقه وفعلا حصل تحفيز ليها. هيقدر فعليا يبدع ويتميز ويكون رائد.
فخلوا المارد اللي في عقلكم يطلع، ولا تستصغروا نفسكم. بجد انتوا قدرات مميزه، وكل واحد فيكم وكل واحد فيكم واحده فيكم هي مشروع رياده رائع. بس حطوا الثقه في نفسكم وابداوا نقطه الانطلاق من دلوقتي مش من بكره. ايقظ المارد اللي جواك، اصحوا بقى فوقه. هننسى مشاكلنا، هننسى الظروف اللي احنا فيها، وهنطلع المارد الخفي اللي هيطلع الابداعات والافكار اللي احنا مخبيينها جوه او اللي معطله جوه، لازم تطلع. حول الهوايه بتاعتك لعمل. لو في حاجه بتحبها حولها الى عمل. على فكره ديزني كان بيحب موضوع الافلام والرسوم الكرتونيه، وتحولت الى مجال العمل بتاعه. نفس الكلام في هوندا، كان شخص بيعشق الميكانيكا، يقف جنب باباه، يقف يلعب جنب ابوه، وحولها الى عمل، وده اللي بيبقى فيها الابداع. بيقولوا لي الوقت خلص. لازم توفر المنتج او الخدمه اللي مش موجوده في السوق، اللي السوق بيسال عنها وهي مش موجوده. ودوروا في مشاكل الناس، ولما هتحلوها هو ده المنتج بتاعك، هي دي الخدمه بتاعتك، هي دي الخدمه بتاعتك وهو ده المنتج بتاعك. ابدأ بفكرة غير متوقعة، وما تعملش زي اللي حواليك. دايما قدم حاجة مجنونة. دايما الأفكار على فكرة الجديدة يقولك ايه، فيها قدر من الجنون، مش عيب. ابدأ في الأسواق الصغيرة، شوف الأسواق الصغيرة وابدأ فيها، لأن رجال الأعمال الكبار بدأوا فين؟ في الأسواق الصغيرة، ما بدأوش في الكبير. اوعى تفتكر الناس الكبيره دي بدات كبيره، لا، خد السلم من اوله. على فكره قدم مشروع يفيد الناس مش يفيدك انت. عمال اقول اهو من الصبح، ابعدوا عن الربح، ابعدوا عن النجاح بتاعك انت الشخصي، وفكر في خدمه الناس. ابدا من حيث انتهى الاخرون، اجمع بين الفن والعمل. لازم التصميم، لازم الشكل، مش كده؟ النهارده في كل حاجه على فكره حته الذوق، مش كده؟ مهمه جدا. فلما بتخش مكان، حتى في طريقه العرض، لما بيبقى فيها فن كده، انت نفسك نفسيا بتبقى مستريح وتبقى عايز تشتري. ده مهم، ده مهم جدا. نفذ فكره قديمه باسلوب جديد. فكر في فكرة قديمة موجودة، ولكن قدمها بشكل جديد أو بشكل مختلف. خليك قوي الملاحظة، اقتنس الفرصة، احلم وصدق الحلم. وسيلة النقل غير مهمة، يعني الفلوس مش مهم، أي حاجة تاني مش مهم. المهم تبقى عارف هدفك ايه، محطة الوصول بتاعتك، انت عايز تروح فين. لو انت مش عارف محطة بتاعتك اللي عايز تروح لها، يبقى الوسيلة تفرق؟ مش هتفرق. ما انا مش عارف المحطة، مش هتفرق. من السذاجة ان تعمل نفس الاعمال التي يعملها الاخرون وتنتظر ايه؟ ان تنجح وتتميز. يعني معلش بالبديهي كده، لو انت عامل مشروع موجود، يعني التميز او النجاح هيجي منين؟ مش كده؟ لازم تقدم حاجه مختلفه، حاجه فيها قيمه مضافه. لكن ما تقولش هعمل زي فلان وبعدين تيجي تقول اصلا انا هنجح، اصلا انا هتميز. ما ينفعش. قوة وقيمة العقل بتاعنا ده
الجهاز الخطير ده في تشغيله وليس في ان انا اريحه. احنا من اول ما دخلنا المدارس واحنا مريحينه الحمد لله، ماشي، فنفسنا نشغله بقى، عايزينه يشتغله لان هو دلوقتي عزيره، عايزين نلينه، عايزين نشغله. اوكي، انا مضطر اوقف لانه خلاص الوقت بتاعي عديته. دي مجرد لمحات سريعة كده عشان بس تحطنا على الطريق انه فعليا ريادة الاعمال نقدر نعملها لو انا فعليا فكرت صح، عايز اقدم فكرة مختلفة، فكرت في الناس او العملاء الاول، وما نحطش التفكير في الفلوس وفي الصعوبات وفي المنافسة. لا، احنا نقدر نعمل ونقدر نبقى كلنا رواد اعمال لو اردنا. فانا شايف من الوشوش بتاعتكم ان انتوا تقدروا بجد، وما فيش حاجة بعيدة، بس خلونا ناخد القرار من دلوقتي انه لا، هنقدر ننجح. ومارك افندي ده بتاع الفيسبوك مش احسن مننا، ولا سوني ولا هوندا ولا اي حد، كل واحد مننا هو مشروع رائد اعمال بجد. بس خلونا ندرس ونعمل الماكيت بتاعنا مظبوط. انا صدعتكم، بشكركم، لازم اسلم المايك عشان استاذ ريهام. شكرا. شكرا استاذ سامح. احنا دلوقتي هناخد بريك لمده ربع ساعه.